السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة إيمي كروشيه. كنا أخذنا الوحدة دانتيل الكروشيه أو حلية الكروشيه اللي هي بالشكل ده، وقلنا هنستكمل الجزء الثاني. يلا على بركة الله نبتدي الجزء الثاني. هرتفع 1 2 3 واتنين فراغ، وهنزل هنا واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3، وبعدين هاخد 2 سلسلة وهنزل هنا واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3، و2 سلسلة وبعدين 3 عمود بلف، 1 2 3. احنا كده شغالين في الراوند 11. وبعدين هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهاجي هنا في الفراغ هنا واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3. وبعدين هشتغل 1 2 وهاجي هنا واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3. وبعدين هشتغل 2 فراغ وانزل تاني واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3. وبعدين اشتغل 2 سلسلة وانزل هنا واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3 عمود بلف، يبقى معايا بالشكل ده. وبعدين اشتغل بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سلسلة، واجي هنا واشتغل 3 غرزة حشو، 1 2 3. وبعدين كده خلصنا الدور 12، اشتغل الدور الايه دور 11، هنشتغل الدور 12. هاجي هنا واشتغل 19 عمود بلف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، آخر واحدة 19. اريح بقى اختي كده.
احنا خلصنا ال19 عمود بلفة، هاجي بقى واشتغل الايه الغرزة اللي هي الحلزونية او اللولبية دي. انت ممكن تشتغليها على 15 سلسلة، هتديك الايه الطول ده. ممكن لو انت حابة تشتغلي طول اكتر من كده تشتغلي على 25. يعني انا فضلتها لو هشتغل مثلا على ملابس، مثلا على كارديجان او على جاكيت او حاجة، تبقى صغيرة بالشكل ده. لو حابة بقى مفارش كبيرة اشتغلها على ايه، على 15. هنشتغل مع بعض 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وبعدين هرتفع 1 2 3، وهنزل واخش في رابعة واحدة واشتغل عمود بلف. وكل سلسلة من دول هشتغل فيهم 3 عمود بلف كده، 3. وبعدين هاجي في اللي بعديها على طول، السلسلة اللي بعديها على طول، وهشتغل فيها 3 عمود بلف. 1 2 3. وبجي في اللي بعدها على طول واشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. واللي بعدها على طول واشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. واكمل كده بقية السلاسل دولت لغاية ما اوصل لنقطة ايه النهاية ونلتقي. خلصت الغرزة الحلزونية او اللولبية، هاجي بعد كده وادخل فين، يعني شغلي اهو، هدخل هنا واشتغل غرزة حشو واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3. واسيب 1 2 3، وانزل في الرابعة واشتغل عمود بلفة. وكمان 2 عمود بلف معاها. واكرر بقى لغاية لما اخلص ايه من ال15 سلسلة ونلتقي. تاني لفة حلزونية خلصت معايا، هدخل هنا هسيب اول واحدة وتاني واحدة وادخل في تالت واحدة وهشتغل غرزة حشو. وبعدين ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وانفذ نفس اللي عملته هنا ايه هعمله في مجموعة ال15 سلسلة دولت ونلتقي. انتهيت من تالت واحدة، هاجي هنا في اول غرزة وادخل واشتغل غرزة حشو. وبعدين اعمل رابع واحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ارتفع لغاية 15 وارتفع 3. خلصت رابع واحدة، هنزل هنا وهشتغل غرزة ايه حشو. وبعدين ارتفع
اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واكمل لغاية ايه ما يوصلوا 15، وبعدين انزل باخر ايه شكل حلزوني ونلتقي. وانتهيت من عمل اخر واحدة. هنشتغل بعد كده 19 عمود بلفة. هننزل هنا نشتغل 19 بقت بالشكل الجميل ده. نخلص بقى ايه الراوند الـ12، ناخد 2 سلسلة وننزل هنا ونشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 2 سلسلة، ندخل هنا ونشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 2 سلسلة، واحد اتنين، بعدين ننزل في تالت سلسلة ونشتغل عمود بلف. احنا كده اشتغلنا 12 ايه دور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هعمل معاكم اخر واحدة، هرتفع 1 2 3 واتنين سلسلة وبعدين هنزل هنا واشتغل 3 عمود بلفة. 2 سلسلة، وهنا هشتغل 1 2 3 2 سلسلة وانزل هنا واشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3. يبقى انا كده ايه خلصت الوحدة الجميلة اللي معايا بالشكل ده. كده الوحدة انتهت. انا بقى حابة ان انا ارتفع، وهكرر نفس اللي عملته ده 12 مرة. يعني هعمل 12 ايه صف او راوند. 13 دوت اول واحد، لما هعيد هعيد من رقم 2، يعني هعيد من اول هنا
تمام وارتفع حسب بقى ما انت عايزة، وحسب ما انت عايزة ايه تكبري، شوف انت هتستخدميه في ايه، وعايزة الطول اللي انت محتاجاه قد ايه. يعني انا ديت انا سبت هنا فراغ 2، واشتغلت بعد كده 12 سلسلة. انت لو انت حابة انك انت تشتغلي مسافات هنا على طول، اعملي زي ما انا عملت كده 13، واشتغلي من الراوند ايه التاني. سعيدة جدا ان انا اشتغلت الوحدة الجميلة دي معاكم. وسعيدة اكتر بتواجدكم معايا وبمشاهدتكم للفيديو. ونلتقي ان شاء الله قريبا في عمل اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.